إذن هو اجتماع جد مهم لتقييم مخطط المغرب الأخضر من بعد ما مرينا بالمرحلة ديال مراكش اللي كان فيها واحد النقاش حول سلاسل الإنتاج، من بعد كانت مراحل كذلك جهوية اللي في الغرف الجهوية اللي تكلموا على تنزيل مخطط المغرب الأخضر على المستوى الجهوي. اليوم كنتكلموا على واحد الموضوع اللي هو موضوعاتي ديال أفقي اللي كيتكلم على الانفراستركتور وعلى الفلاحة، المسائل اللي كتهم الفلاحة أفقيا كلها، واللي كنجيو بعروض ديال النتائج اللي بدا المخطط المغرب الأخضر في يعني في وسط 2008 فين ما وصلنا اليوم في 2018 وكذلك الأفاق ديال 2019. هذا النقاش وهذا الحوار وهذا التقييم هو جد مهم، لأنه بفضل هذه الأرقام وبفضل هذا غادي كنعرفوا شنو هو نقاط الضعف وشنو هو نقاط كذلك القوة وشنو هو الإمكانيات اللي متاحة وشنو هو نقاط القوة أش خلقات من إشكاليات، وكيفاش يمكن لنا إن شاء الله نتألق زعما نمشيو مع هذا مع هذه الإشكاليات اللي هي مطروحة باش نطوحها في الاستراتيجية الجديدة اللي هي استراتيجية يعني نادى بها صاحب الجلالة باش تعطى واحد الأفق جديد للفلاحة، وإن شاء الله احنا نشتغل لأنه التوصيات هي واضحة، يعني طبقة متوسطة فلاحية، شباب يشتغل، أراضي فلاحية اللي غادي تعطى ذوي الحقوق اللي خصها تتمن أحسن تتمين، وهذا الشيء في سلسلة ديال التتمين ديال المنتوج الفلاحي باش تلقى ليه الأسواق وتلقى ليه كذلك لا فالوريزاسيون اندستريال يعني التتمين الصناعي. كلها يعني آفاق اليوم ونقاشات اليوم اللي هي جد مهمة، واللي إن شاء الله هذه آخر محطة قبل ما الانطلاق ديال مخطط يعني اللي بدينا كنتكلموا عليه ديال الأفق، اللي نتمنى على الله أنه في الشهور المقبلة يكون موجود إن شاء الله. التقييم ديال هذه المناظرة هو إبراز النجاحات أو المجهودات الكبرى اللي بذلتها الدولة والمهنيين من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر. هذا التقييم بين بالأرقام المجهودات والنجاحات الكبرى اللي حققها هذا المخطط المغرب الأخضر في تحسين الإنتاج والرفع من الإنتاج، ولكن في نفس الوقت برزت للساحة صعوبات كبرى فيما يخص التسويق. فالآن مطلوب من الوزارة ومن المهنيين إيجاد حلول ملائمة لتتمين هذا المجهود اللي دارته الدولة والمهنيين باش نمشيو إلى الأمام إن شاء الله فيما يخص إيجاد حلول للتسويق، سواء بالنسبة للصادرات أو بالنسبة للسوق الداخلي أسواق الجملة وغيرها. نعم نعم، هذا المخطط على الفلاحة الصغار، الآثار ديال هذا المخطط تأثير إيجابي على جميع الشرائح ديال الفلاحة ماشي غير الفلاحة الصغار، لأن كنعرفوا أي فلاح منعزل بمفرده صغير أو متوسط أو كبير لا يستطيع أن يتغلب على الصعوبات اليومية التي يواجهها. تبقى الحل هو التجميع، الناس اللي كيتجمعوا في تنظيمات سواء جمعيات أو تعاونيات كيمكن لهم يستافدوا من هذا الدعم ديال الدولة ويتغلبوا على الصعوبات ديالهم. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.